السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الطالب عقون عبد الرحيم، طالب بقسم الهندسة الأوتوماتيكية. تمت اليوم مناقشة مذكرة تخرجنا والتي تندرج ضمن قرار 1275 المتمثل في مذكرة تخرج مشروع مبتكر مؤسسة ناشئة، وذلك تحت إشراف السيد مدير الجامعة السيد صالح العقون وأعضاء اللجنة، أيضا أعضاء لجنة التقييم، أعضاء قطب الابتكار والشغل، وممثل أيضا شركة سونالغاز. تمت اليوم مناقشة مذكرة تخرجنا بنجاح والحمد لله، وتم حصولنا على علامة 20/20. نود أن نشكر كل الحضور، نود أن نوجه كلمة شكر إلى السيد مدير الجامعة الذي بفضله وبفضل تشجيعاته جعلنا أن نكون رائدين في مجال مؤسسة الناشئة، ومن بين أفضل 6 جامعات على المستوى الوطني في هذا المجال. أيضا أود أن أوجه كلمة شكر للأستاذ المشرف الأستاذ بابوري عبد السلام ومساوي عبد الكريم وكل عائلة قطب الابتكار والشغل، كل باسمه وكل الحضور اليوم. شكرا لكم.